عملنا الأولى ثلاثة وحنعمل أول ست أعداد. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر سنظهر نكون مثله لأننا سنرى كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. كل من يفعل خطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية. كل من لا يثبت فيه لا يخطئ. كل من يخطئ لا يبصره ولا عارفه. تعالوا نصلي. يا رب جايين مع عبدك ونظروا أية محبة أعطانا الآب حتى نضع أولاد الله. يا رب مفيش امتياز أعظم من إن احنا من عندك ومن شعبك، يبقى يا رب من الناس اللي ضايع عليهم اسمك. احنا بنشكرك يا رب من هذا الامتياز. بنصلي يا رب إن احنا نستمتع يا رب بهذا الحق، ما يبقاش مجرد معرفة عقلية، لكن يبقى يا رب سبب بركة في حياتنا، خبرة بنختبرها كل يوم، تلمسها كل يوم وفي كل الظروف. بنصلي يا رب من أجل الوقت اللي جاي، من أجل النصوص اللي هنفتحها، من أجل الأمور اللي هنتكلم فيها. قود أفكارنا يا رب وارشدنا الطريق اللي أنت عايزها في اسم المسيح. الموضوع بتاع النهارده اسمه التبني. التبني، واحنا لسه ماشيين في حاجه اسمها اقرار ايمان وستمنس، او اقرار الايمان اللي اتبنى عليه الكنيسه المشيخيه، الكنيسه احنا بننتمي ليها. واحنا ماشيين في العقائد اللي هو بيقولها. فاحنا خدنا التبرير، ودلوقتي بنتكلم في حاجه اسمها التبني. والتبني بركه من البركات اللي بنناها بالاتحاد بالمسيح. فلو قلنا ان احنا لما بنؤمن بنتحد بالمسيح، ففي المسيح انت بتاخد بركات، كلك في المسيح انت بتاخد بركات كتير. خدنا المره اللي فاتت حاجه اسمها التبرير، واتكلمنا عن الولاده الجديده، اتكلمنا عن التجديد، وهنشوف بركه تانيه اسمها التقديس، وفي بركه اسمها التمجيد، وفي بركه كمان برضو في المسيح اسمها التبني اللي هنتكلم عنها النهارده. وما ينفعش لما الواحد بيتحب المسيح ياخد حاجه من دول وما ياخدش الباقي، لان انت مش بتاخد حاجه منه، انت بتاخده هو. فانت لو خدت المسيح الحاجات دي كلها تبقى ليك، او تبقى فيك، او تحصل ليك. ما ينفعش يبقى تقول انا هاخد من المسيح مثلا غفران خطايا، لكن مش لازم قداسه. ما ينفعش. او ما ينفعش تقول مثلا انا هاخد غفران خطايا لكن التمجيد انا مش ضامن انه يحصل، لو ده حصل يبقى ده هيحصل. وما ينفعش تقول انا ابن لله بس ما اتجددتش، او انا اتجددت بس انا لسه مش ابن لله. برضه ما ينفعش. انت اما خدت المسيح بكل البركات اللي فيه، يا اما ما خدتهوش خالص. ياما ما خدتهوش خالص. وفي نفس الوقت الحاجات دي مش زي بعض، يعني مع ان الحاجات دي كلها مرتبطه بان احنا اتحدنا بالمسيح، بس الحاجات دي غير بعض، يعني كل كلمه من دول بتشاور على حاجه معينه في حياتك، او مرتبطه بحاجه معينه، هما مش نفس المعنى وخلاص. مش التجديد والتبرير كلهم حاجه واحده. انتوا معقدين امور، لما تخلي الدنيا بسيطه خلصنا وخلاص، يعني احنا خلصنا في المسيح. في لاهوتيين بيقولوا كده الموضوع كان لو نعمه الله جايه لك، عارف لما خدناها في العلوم زمان المنشور، عارفين فكره المنشور اللي هو الازاز دوت اللي بيخش عليه النور الابيض ويطلع منه سبع الوان الطيف. تقدر واحد كده لو احنا جالنا بركه من الله، نعم من الله، ففي منشور بقى بيوضح لنا الوان مختلفه، امتيازات مختلفه للمؤمنين، امتيازات في العلاقه مع الله، في العلاقه مع الاخر، في السلام مع بيني وبين نفسي، في نظرة الله على انه ابويا زي ما هنشوف في الموضوع بتاع النهارده. فكل واحده من دول ليها بركه.
وليها امتياز. وانت قلت لي ايه اكتر واحده فيهم ممكن تفرحك او تحسسك ان انت تبقى مرتاح او فرحان قوي قوي قوي؟ الناس ممكن تختلف، لكن معظم الناس هيقولوا ان موضوع التبني ده اكتر موضوع ممكن يعمل بهجه او فرح. يعني لو انا قلت لك في التبرير، المشهد هيبقى في قاعه محكمه، انت رايح قدام قاضي عليك حكم وعليك دين المفروض تدان المفروض تعاقب، وبتطلع من المحكمه ديت وانت امام الله مغفور لك خطاياك ما عليكش حاجه. القاضي في المشهد دوت يمشيك، بس انت بعد ما طلعت من القضيه علاقتك بيه عباره عن ايه؟ قاضي كنت مجرم دلوقتي مش مجرم، صح؟ مجرد قاضي. ما حدش هيتخيل ان القاضي ده كل مره يدي حكم الواحد ببراءه، او لو الله هو القاضي واداك تبرير، ان ده معناه ان القاضي في نفس الوقت اصبح ايه؟ ابوك. مش كده؟ ومجرد خلاص المشكله اللي كانت بينك وبينه بصفه القاضي اللي حصل لها انتهت، تقدر تقول ده التبرير. وهو فرح مش طبيعي اللي بيحصل في التبرير، ان انا المجرم اللي استاهل الديون فجاه ما عليش اي حاجه وكاني عملت كل حاجه صح، حاجه مذهله. لو قلنا ان التقديس وكان الله فيها دكتور، كان في مرض جوانا، مرض اسمه الخطيه، وقبل الاتحاد بالمسيح المرض ده واخدك للموت. عارف انت لما واحد يبقى عنده سرطان والمرض ده انت ميت ميت واخدك للموت، ويجي دكتور شاطر يعمل لك علاج، وفي العلاج دوت خلاص تبقى انت متاكد ان المرض اللي بقى عندك اللي لسه ما اتشالش تماما، لسه موجود الخطيه لسه موجوده، المرض ما اتشالش بس ما بقاش للموت، بقيت في مراحل الايه؟ العلاج. مش عارف كم واحد فيكم تابع اللي حصل في فيروس سي، وممكن عم مصطفى يصحح لو انا غلطان. فيروس سي مثلا من 10 سنين فاتوا اللي يجي له فيروس سي بيبقى عارف انه غالبا مش هيكمل، صح؟ رايح للموت. الفيروس هيبدا ياكل في كبده ياكل في كبده لغايه ما ايه؟ ما يموت. دلوقتي بقى في علاج لفيروس سي، فممكن واحد يجي له فيروس سي اول ما ياخد العلاج اول جرعه الفيروس ماله؟ مش بيختفي، بس هو بينه وبين نفسه بيبقى عارف، والدكاتره عارفين ان الموضوع بقى مساله ايه؟ مساله وقت. المرض ده ما بقاش للموت. اللي بيتجدد مع المسيح بيتحول من كونه كان مريض مرض موت لدلوقتي بقى مريض مرض في يوم من الايام اللي هيحصل له هيختفي تماما، هيختفي تماما. فهنا الله حاجه تفرح، صح؟ حاجه تفرح. الله دكتور بيشيل الخطيه بيغيرنا كل يوم، لكن الفرح ان انت بقى يبقى الله ده ابوك وانت عايش معاه في البيت وتقول له يا بابا وبيحميك وبيعتني بيك ويدافع عنك ويسدد احتياجاتك، ده فرح تاني. علاقتك بالدكتور اللي عالجك، علاقتك بالقاضي غير علاقتك بابوك، صح؟ واحنا بنتكلم على التبني، احنا بقى مش بنتكلم على بس بعد قضائي او على بعد شفائي تحرير من الخطيه، احنا بنتكلم كمان على بعد عائلي، ان احنا فيه بنبقى ابناء الله. وموضوع التبني دوت كان بالنسبه لرجال الله في العهد الجديد مفاجاه. يعني ايه مفاجاه؟ يعني ما كانش حد يجي في دماغه في العهد الجديد او في العهد سوري في العهد القديم ما كانش حد يجي في دماغه انه ينفع يبص لله ويقول له بابا. فكروا في أكتر شخص أنتوا تعرفوه من قديسين العهد القديم. أكتر واحد كنتوا تحسوا إن الواحد لما يشوفه كده أنا نفسي أبقى زي فلان ده، أو فلان ده كان قريب قوي من ربنا. ولا واحد فيهم قال والله أبداً أبانا. ولا واحد. ولا واحد قال والله إيه؟ أبا أبداً. أول واحد قال الكلام ده يعني بجرأة كان يسوع المسيح. وهنقول ليه المسيح قال كده. لكن دلوقتي المسيح مش بس كان بيقول كده، ده المسيح ادى الحق لتلاميذه المؤمنين ان هم كمان يعرفوا يقولوا ايه؟ ابانا الذي في السماوات. امتياز غير عادي. عشان كده يوحنا بيقول في الجزء اللي احنا قرناه في يوحنا الاولى 3، واحد عارف ايه يعني مش مصدق. بص بقينا بنقول ايه؟ بص بيحبنا ازاي؟ انظروا اية محبة أعطى
اعطونا الاب حتى ندعى اولاد الله. في بعض الترجمات هتلاقي حاطط علامه ايه؟ تعجب. واحد مش مصدق. تخيلوا تخيلوا بيحبنا للدرجه اللي يخلينا ولاده. فاحنا انت ممكن تبقى قاعد في فرح او قاعد في جنازه وفجاه القسيس او الكاهن يقول ايه؟ يا رب اسمعنا عندما هم كل شكر قائلين. ابانا الذي في السماوات صح؟ وكلمه ابانا الذي في السماوات تتقال ايه؟ كده. والناس من غير ما تفكر ممكن يكون واحد بيبص في موبايل واحد جنبه وبتاع مش كده؟ او واحد واقف مش في دماغه او واحد حاطط ايده في جيبه او جات له رساله ومن غير ولا اراديا بيقول ايه؟ ابانا الذي في السماوات. فايه اللي بيقول كلمه ابانا الذي في السماوات دي ايه؟ كده. او وقت الكنيسه هنا يوم الاحد مع الختام القسيس يقول هنختم وعملنا في السماوات وتلاقي الناس بدل ما هي مركزه في الصلاه عماله ترجع الكراسي مشغوله جدا ان الكراسي لازم ترجع قبل ما الاجتماع يخلص. الموضوع هيجنني نفسي نبطل يوم الاحد ان احنا نبطل نرجع الكراسي لغايه ما الاجتماع يخلص صح مش بنعمل كده؟ وكنا ايه؟ احنا خلصنا بس ايه؟ بنقفل يعني. لما كان الترميز بقى بيصلوا بيقولوا ابانا الذي في السماوات كل مره تاني بيصليها هو مش مصدق ان هو بيقول لله خالق السماوات والارض ايه؟ ابويا ابويا ابانا الذي في السماوات. قبل ما نتكلم عن ايه اللي يخلينا او ازاي بقينا وصلنا للمرحله دي ازاي نقول لله ابانا هتكلم على معنى ابوه الله في الكتاب المقدس بشكل عام. يعني الله اب في الكتاب المقدس. يعني ليه اب؟ أول أبوة هتكلم عنها هتكلم عن أبوة الله في الثالوث. أبوة الله في الثالوث. إحنا عندنا في الإيمان المسيحي الثالوث يعني الله آب وابن والروح القدس صح؟ وبالإنجليزي فاذر يعني كلمة آب غالبا اللي ترجم عربي حط كلمة آب عشان يميزها بس عن كلمة أب أي أب فينا لكن هي معناها إيه؟ أب الآب والابن والروح القدس. فمع إن إحنا بنقول الله دلوقتي أبانا لكن الأبوة اللي ما بين الآب والابن أبوة الآب للابن أبوة ملهاش زي. فالمسيح بيتقال عليه الابن الوحيد مع إن إحنا بيتقال علينا ابناء الله صح؟ لكن بشكل ما المسيح بيتقال عليه الابن الوحيد. فحرفيا معناها وحيد الجنس او اللي ملوش زي. تقدر تقول الابن الوحيد بالطبيعه اللي ما حصلوش تبني اللي ما اتخلقش هو المسيح. فالعلاقه اللي ما بين الاب والابن مفيش زيها ولا هيبقى في زيها. علاقه ملهاش بدايه وملهاش نهايه. مفيش وقت الاب ما كانش فيه اب ومفيش وقت الابن ما كانش فيه ابن. تقدر تقول العلاقه دلوقتي العلاقات ما بيننا الانسانيه انعكاس لهذه العلاقه. لكن مفيش عمق في العلاقه ما بين الاب ما بين الله واي حد زي العلاقه ما بين الاب والابن. ففي بنوه فريده للاب فريده. هو الابن بالطبيعه هو الوحيد اللي كده. احنا هنبقى ابناء الله بس مش بالطبيعه هنبقى بشكل تاني ابناء الله. هوريه لكم بعد شويه. مع فارق التشبيه لو واحد عنده ابن فده ابنه بالطبيعه غير ما يكون واحد عنده ابن روحي ولده في الايمان مثلا. دي بالكم او لا ممكن نقول ان فلان ده ابن فلان يعني فلان ده شبه فلان او زي فلان. المسيح ما كانش كده. العلاقه ما بين الاب والابن علاقه حميميه وعميقه اكتر من اي حد تاني. النوع التاني من الابوه حاجه اسمها الابوه في الخلق. يعني في حتت قليله جدا في الكتاب شواهد قليله جدا 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 في الكتاب بتتكلم ان الله اب لكل الخليقه بصفته الخالق. ودي مش حتت كتير. يعني ان الله كل البشر بشكل ما ابنائه او نسله بسبب الخلق
بتتقال في حته قليله في الكتاب. تعالوا نشوف امثله في اعمال 17 مثلا. اعمال 17 وعدد 28 يقول كده: لاننا به نحن، سوري، لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعراءكم ايضا: لاننا ايضا ذريته. فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان. ده جزء من أجزاء قليلة جدا من الكتاب المقدس اللي بتتكلم إن كل البشر ذرية الله. لكن ولا مرة يجي في الكتاب المقدس عهد قديم وجديد إن البشر كلهم أبناء الله بصفة مخلصه. لكن تتقال إن الله أب للمفديين بس، للمؤمنين بس. المعنى الفدائي لأبوة الله ما تقلتش على كل الناس أبدا. يعني أنت ما تقدرش تروح لواحد في الشارع وتقول له على فكرة الله أبوك، ما تقدرش بكده. الكتاب بيقول عن المؤمنين إن هم أبناء الله بس. هنشوف بيقول على بقية البشر إيه بعد شوية. ففي بنوة عامة الكلام عنها قليل جدا جدا جدا، مش متعلق بالفداء أو بالعلاقة الحميمة مع الله، مرتبط بالخلق. الشواهد اللي اتكلمت عنها قليلة جدا جدا جدا، ده واحد منهم. في شاهدين كمان يمكن او حاجة. في أبوة اتقالت عن آدم، في شاهد في العبرانيين، عبرانيين 12 تقريبا. أقول لكم الشاهد بتاع عبرانيين، اقرأ بسرعة عبرانيين 12 لو حد عايز يكتبه عنده عشان يبقى عارفه. ثم قد كان لنا اباء اجسادنا مؤذبين وكنا لهابهم، افلا نرضع بالاولى جدا لابي الارواح فنحيا. فكلمه ابي الارواح 12:9 في كلام بيتقال ان ابي الارواح يعني الله اب الايه؟ لكل الناس، كل روح، كل انسان في روح هو ابن لله. فده معنى تاني يعني اللي هو معنى مرتبط بالخلوه. ليه؟ ما انا الله ابوه بصفته الخالق، فاحنا بنقول احنا ذرية الله. لكن انت دلوقتي لما بتقول لحد مؤمن تعامل مع الله على انه ابوك، انت مش بتتكلم معاه على انه الخالق، لكن انت بتتكلم معاه بصفته الايه؟ الفادي اللي خلص اللي انقذ، واخد بالك؟ دي غير دي. الفادي والخالق. الفادي والخالق. فربط الابوه بالخلق قليل جدا 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 في الكتاب. ربط بقى الابوه بالفداء قوي قوي، وهنشوف الفرق دي. تمام. بس ايه الفرق ما بينهم؟ يعني ايه الفرق ما بينهم؟ هنشوف الفرق لما اتكلم على الفداء، يعني الله اب في الفداء هنفهم. لكن دي مش زي دي، فالكلام ده قليل. وشان زي ما قلت لكم اعمال 17 عبرانيين 12 في شيء تاني في يعقوب 1 بس خلاص يعني مش هروح بقى. في تلميح تاني في انجيل لوقا صح 4 بيتقال ان ادم كان ابن لله بصفته الخالق. الله خلق ادم اول خليقه الله، فبيتقال انه ايه؟ ابن لله. لكن حتى بنوه ادم لله مختلفه عن بنوتنا احنا المؤمنين لله. احنا بنوتنا اعظم من بنوه ادم لله. آدم كان ابن لله لكن كان ممكن يسقط من هذه الايه؟ البنوة ويطرد. لكن المؤمنين بعد ما الله يتبناهم خلاص هم في أمان. أيوة بس هو فداه برضه. فداه بعد السقوط. أيوة. ولو ما كانش غير قلبه هو هيفضل عدو. فهل قايين مثلا يتقال عليه ابن لله؟ هنشوف. ايوه في الوقت اللي قبل السقوط، ادم قبل السقوط كان بيتقال عليه انه ابن لله حسب لوقا. واخد بالك؟ بس بنوة ادم لله مختلف عن بنوتنا احنا لله دلوقتي. ماشي، ما هو ادم لما فقد يشريف هو فديه، هو اخر رجل من الجنه لكن هو فديه. فدي بنوة تانية بقى. ومفيش حد في العهد القديم الا الله ابويا، ولا ادم ولا ابراهيم ولا داوود ولا موسى ولا اي حد. انت بتقولي دلوقتي ابانا الذي في السماوات، صح؟ هم ولا حد فيهم قال كده. تفتكر حد في العهد القديم قال الله ابويا؟ لا. ولا واحد. ولا ادم. صح؟
فلما يتقال على ادم ابن الله في الجيل هو بيتكلم على ان هو الايه؟ الخالق. الله الخالق. وامتيازات بنوتنا لله اعظم من امتيازات ادم. هنشوف ليه. ايوه دي الحاجه الثالثه، الحاجه الثالثه ان اتقال على اسرائيل. ارى معاكم شاهد من خروج صفحه 4. فمع ان العهد القديم رجال الله او المؤمنين ما كانوش بيقولوا على الله ابوهم، لكن شعب اسرائيل كان على بعضه كشعب كان ينفع يقول الله ان هو ايه؟ ابويا كشعب. وعندنا الشعب عمره ما قال على الله ابيهم، لكن الله هو اللي قال على اسرائيل ايه؟ ابني. الله قال على اسرائيل على بعضه ابني. واخدين بالكم؟ فخروج 4 عشان تبقى فاهم الضربه العشرة حصلت ليه؟ او ليه الضربه العشرة كانت كده؟ ايوه بص خروج 4:22 لما في عدد 21 وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع الى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون ولكني اشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب فتقول لفرعون هكذا يقول الرب اسرائيل ابن البكر ابن البكر فقلت لك اطلق ابني ليعبدني فابيت يعني رفضت ان تطلقه ها انا اقتل ابنك البكر فاهمين ليه جت الضربه العشر ضربه موت الابكار لان فرعون رفض يخرج الابن البكر لمين لله شايفين الكلام ده بقى اتكرر كتير في العهد القديم ان اسرائيل بالنسبه لله هو الايه الابن البكر فاسرائيل دعوته الابن مش لانه بس مفدي لان الله خلقه كشعب لان الله خلق الشعب ده دع الشعب ده نقرا ده في اشعياء 43 انا يعني انا اخترتك لنفسي دعيتك دعوتك كشعب الله دع الشعب على بعض دعوتك ليه جبلتك مش بس معناه ان هو خلق واحد واحد في اسرائيل لكن الله هو اللي كون هذا الشعب وسمى الشعب ده على بعضه على انه ايه ابن الله ده غير بنوتنا احنا لله غير كلام المسيح نفسه لله يعني المسيح لما قال لله ابا الاب رد فعل اليهود كان صعب هل اليهود عارفين الاجزاء دي ان اسرائيل هو الابن البكر عارفين الكلام ده لكن عايزك تبص معايا شعب اسرائيل او اليهود او الفارسيين لما سمعوا المسيح بيقول على الله ابي كان رد فعلهم ايه يوحنا 5 هقرا الشاهد ده واخد سؤال بقى عدد 17 اجابهم يسوع ابي كلمة أبي ديت يعمل حتى الآن وأنا أعمل فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله ما كانش مستساغ أبدا ما كانش حاجة مريحة إن واحد يهودي يسمع حد بيقول عن الله إن هو إيه أبوه حاجة منفرة جدا أنت إزاي تجرؤ تقول إن الله إيه أبوك على فكرة في ناس لغاية النهاردة لما تسمعك تقول الله بابا او ابويا انت مين انت عشان تقول لله بابا يروح يوحنا ردد عليهم انهم ايه انظروا اي محبه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله على فكره هي حاجه مش عاديه هي فعلا حاجه مش عاديه ان احنا نقول لله بابا حاجه مش عاديه فده دي انواع النوع بقى اللي احنا ده كل دول مش اللي انا بتكلم عنه النهارده انا بوريك ابوه طلعها عامه في الكتاب الابوه بقى اللي احنا مهتمين بيها النهارده حاجه اسمها التبني عندي سؤال شريف اشعياء مش فاكر فين الشريف بيقول انت ابونا نحن الطين وانت جبلنا وفي ابونا في شويه تانيه كمان معظم الشعيات دي هتتكلم يا اما على حاجه في المستقبل حاجة هتحصل في تحقيق مستقبلي إنه الله هيأتي بأبناء كثيرين
او بتتكلم بصيغه جماعيه. الشعب يقول لله انت ابانا، يعني الله هو الاب البكر لاسرائيل، لكن مش هتلاقي واحد بيتكلم يقول له ابي او يقول له يا ابا الاب. بصوا في حاجه مهمه، العهد القديم والعهد الجديد الخلاص فيهم واحد، يعني الخلاص في العهد القديم. اوعى 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 تفتكر ان الخلاص في العهد القديم كان بالاعمال او ان الناس تقدم ذبائح او تنفذ الناموس، وفي العهد الجديد الخلاص بقى بالمسيح. الكلام ده غلط. زي ما شفنا على التبرير المره اللي فاتت، التبرير امام الله بالايمان. ابراهيم اتبرر بالايمان، داوود اتبرر بالايمان، وانا وانتوا بنتبرر بالايمان. فالخلاص في العهد القديم بنفس الطريقه. خلاص بالنعمه في العهد القديم وخلاص بالنعمه في العهد الجديد. لكن هل في اعلان اكبر للبركات بتاعت الله في العهد الجديد اكبر من اللي حصل في العهد القديم؟ اه. من ضمن اهم البركات ديت هو اختبار بعد شخصي في العلاقه مع الله تقدر تقول له فيه فقط. مؤمنين العهد القديم ما كانوش يقدروا يقولوا كده. افتح كده معايا يوحنا 14. يوحنا 14 المسيح كان بيوعد انه هيبعت الروح القدس. فيقول في عدد 18 لا اترككم، ولفظ غريب، لا اترككم ايه؟ يتامى. على فكره اليتيم مش اللي له اخ، اللي كان له اخ ومبقاش له اخ. يعني لو المسيح هو اخ البكر واخونا البكر او صديق ومشي، لو المسيح مشي من التلاميذ مشايير المسيح ما يخلوهمش ما يخلوهمش يطمع، صح؟ ده مش يطمع. اللي يخلي واحد يتيم انه ملوش ايه؟ ملوش اب. فالمسيح بيقول انا مش هخليكم يتامى، لكن انا هكون معاكم. طب انت ازاي هتكون معانا؟ لان انا هرسل لكم مين؟ معز. في واحد تاني هيكون معانا. الشخص التاني اللي هيجي دوت هو اللي هيخليكم تعرفوا ان انتوا ايه؟ ابناء. ففي بركه هتحصل في العهد الجديد بتوع العهد القديم ما اختبرهاش. بصراحه يا جماعه إيه؟ احنا كلامنا، انا مش عارف انت كام مره سمعت وعظه عن التبني او سمعت تعليم عن التبني. قليل قوي، قليل. ليه؟ لان بقى في فكر عام ان كل الناس ابناء الله. كل الناس ابناء الله، هما بس مش عارفين. احنا المسيحيين عارفين ان احنا ابناء الله، الباقيين يعني مش عارفين ان هما ابناء الله. مش ده تعليم العهد الجديد. عايزين تعرفوا الناس بالطبيعه هم مين؟ تعالوا نقرا شويه حاجات. تعرف الناس هي ولاد مين؟ نفتح يوحنا، نفتح اول متى 13 نشوف كلام المسيح او جزء من كلام المسيح. متى 13 المسيح هو بيشرح مثل الحنطة والزواج. حينئذ انصرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت، فتقدم إليه تلاميذه قائلين فسر لنا مثل زوان الحق. فأجاب وقال لهم الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو مين؟ واخد بالك من اللفظ ده؟ هم مين؟ بنو الشرير، أبناء الشرير. والعدو الذي زرع الزوان ده هو مين؟ إبليس. هو ابليس. واخدين بالكم؟ فيتقال على الاشرار، يتقال على الزوان ان هم اولاد مين؟ اولاد الشرير. ده المسيح اللي بيشرح. انجيل يوحنا المسيح برضه بيتكلم. صح 8 يوحنا 8 الأول في عدد 39 المسيح كان بيقول لهم على فكرة الحق يحرركم. فاتضايقوا قوي، يحررنا؟ إحنا نتحرر؟
احنا عمرنا ما استعبدنا. احنا مش مستعبدين. انت مش عارف احنا مين؟ احنا ولاد ابراهيم. عدد 39 اجابوا وقالوا له ابونا هو ابراهيم. قال لهم يسوع لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم، ولكنكم الان تطلبون ان تقتلوني وانا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هذا الذي يعمله ابراهيم. ابراهيم ما يعملش اللي انتم بتعملوه ده. انتم تعملون اعمال ابيكم. المسيح لسه ما قالش مين ابوه، بيقول انتم بتعملوا اعمال ابيكم. فقال له اننا لم نولد من زنا، لنا اب واحد وهو الله. اب للجميع. احنا اب واحد اسرائيل. هو ايه؟ هو الله. وخباك بيقولوا احنا لسنا نولد من زنا، ده تلقيح كلام عليه هو. يعني شوف انت جاي من مين، احنا مش عارفين انت مين ابوك. شايفين؟ فالحوار كان سخن ما بين المسيح واليهود. فبصوا رد المسيح، الموضوع مش هيهدى. قال لهم يسوع لو كان الله اباكم لكنتم تحبونني، لاني خرجت من قبل الله واتيت، لاني لم اتي من نفسي بل ذاك ارسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لانكم لا تقدرون ان تسمعوا لقولي. انتم من اب. هقولها لكم بقى من الاخر. والمسيح بيقول للناس، بيقول لهم انتم من اب هو ابليس، وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا. ذاك كان قتالا للناس في البدء ولم يثبت في الحق، لان ليس في حق ما تتكلم في الكذب فانما يتكلم مما له، لانه كذاب وابو الكذاب. فالمسيح في متى وفي يوحنا بيوصف الاشرار ان هم مش ابناء الله، لكن ابناء مين؟ ابناء الشيطان. فالبشر بالطبيعه لو هم هينسبوا لحد، لو ليهم اب، هم مين؟ اولاد الشيطان. ده بعد السقوط طبعا. ده يشملنا احنا على فكره قبل ما نتغير. كنا بالطبيعه ابناء الغضب، قلبقين ايضا. افسس 2 تعال بص الشاهد اللي بتقول عليه هبه. انا بعمل كده ليه؟ لان انا عايز افهمك يعني ايه تبني. انت كنت ايه وانا كنت ايه وبقينا ايه. افسس 2 وانتم اذ كنتم اموات بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الان في ابناء المعصيه. ففي ربط بين الخطيه والمعصيه والشيطان تاني. وبعد كده بيقول ايه بولس على نفسه؟ الذين نحن ايضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم زينا زيهم في شهوات جسدنا. احنا كنا كده عاملين مشيئات الجسد والافكار، وكنا بالطبيعه ابناء الغضب قلبقين. احنا كده. رساله يوحنا الاولى عدد 3 اصحاح 3 يوحنا الاولى 3:8 يقول كده من يفعل الخطيه. هنا ما كلمه من يفعل الخطيه يعني اللي عايش في الشر، اللي عايش في الخطيه، يعني واحد شرير ما اتجددش. من يفعل الخطيه، اللي عايش في الخطيه فهو من ابليس، لان ابليس من البدء يخطئ. لاجل هذا اظهر ابن الله لكي ينقض أعميس. كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيئة، لأن ذرعه زرع الله يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. بهذا أولاد الله ظاهرون. بص بقى الجملة الثانية والنقيض إيه؟ وأولاد مين؟ أولاد إبليس. فيوحنا عامل فصل. مش كل البشر أولاد الله، مش كل البشر أولاد الله. في أولاد الله وفي أولاد إبليس اللي إحنا كنا منهم. مفيش حد بيتولد بالطبيعه يا ابن الله. فهذا اولاد الله ظهروا واولاد ابليس. كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب اخاه. لان هذا هو الخير الذي سمعته من البدء، ان يحب بعض، ان يحب بعضنا بعضا. ليس كما كان قايين من ايه؟ من الشرير، وعمل في اخوه وذبح اخاه، تمام؟ لماذا ذبحه؟ لان اعماله كانت شريره واعمال اخيه ورا. لو تفتكروا المشهد بتاع قايين، حتى حد فاكر قصه قايين وهابيل دي في انهي اصحاح في الفرس؟ لا، تكوين اربعه. تكوين ثلاثه في الصخور، صح؟ تكوين ثلاثه الصخور. فاكرين كلام الله للحيه؟ الاول انا حاضر عداوه
بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. فالعداوة القديمة اللي ما بين النسل ده والنسل ده من أول تكوين ثلاثة بنشوفها بتتحقق فين في تكوين كام؟ أربعة. الخناقة بتبدأ، نسل الحية بيهجم على نسل المرأة، صح؟ قايين نسل الحية بيعمل إيه في نسل المرأة؟ فهابيل بيهجم عليهم يعمل إيه؟ ويقتلوا. ويوحنا بيستخدم نفس الفكرة، ده كان أولاد إبليس ظاهرون وأولاد الله ظاهرون. فمش كل البشر أولاد الله. للأسف الفكر لما أنت تقول للناس أنت ابن لله، طب هو أنا ما دام أنا أوريدي ابن لله، لما تيجي تقول لي آمن عشان الله يتبناك أو الله تبناك، يتبناني إيه؟ أنا ابن أصلاً. فبقت الكلام على التبني ملوش عازة. هو أنت هتروح لواحد عارف إن أبوه يقول له أبوه هيتبناك؟ ما هو أبويا. لكن لما تعرف إن أنا شرير وإن أنا مش بالطبيعة ابن لله، والله بيقول لك هيتبناك، الكلام يختلف. مش كده؟ التبني بقى ايه اللي بيحصل في التبني؟ او العهد الجديد بيتكلم على التبني ازاي؟ التبني معناها الانتقال من عائله معاديه لله لعائله الله. بعد ما كنت في العيله اللي ضد الله، اللي بتهاجم اعمال الله، اللي عايشه في الشر، اللي بتحب العصيان، انت رحت لعيله تانيه. المذهل في الموضوع ده هو تنازل الله، يعني ايه اللي يخلي الله يروح لشخص هو عدو ليه وبطبيعه من الغضب بيعمل مشاكل جسد والافكار، نسل الحيه ويعمل فيه ايه؟ وياخده عيلته، يخليه واحد من ولاده. محبه غير عاديه، عشان كده يعني يقول ايه؟ انظروا اية محبه اعطانا حتى ندعى اولاد الله. انا اللي كنت عدو مجدف مفتري مضطهد كنيسه الله، لكن تعظمت نعمه الله معاك. انا دايما بشرح الموضوع ده، يمكن حد منكم سمعوا مني في خدمه قبل كده. تخيل كده طفل من اطفال الشوارع ساكن في منطقه فيها واحد غني عنده عربيه نظيفه وساكن في بيت وفيلا، والراجل ده طول ما هو معدي الواد دوت يعمل فيه ايه؟ يشتمه، يحدف عليه طوب. لو ركن العربيه بره البيت بره الفيلا ديت، يجيب مفتاح او يجيب اي حاجه ويعمل ايه؟ ويجرح له في الباب بالعرض كده. بتشوف العربيه بتعمل كده في العربيه؟ عارفهم دول؟ تخيل بقى، يمكن كل فين وفين ينط عنده في الفيلا يسرق من شجر الفاكهه بتاعه ويطلع يجري يحدف طوب على البيت بتاعه. ما بيحبوش، أضعف منه، فقير، عليان، ملوش مأوى، مبسوط بالشر، إحنا كده. وفجأة يجي هذا الرجل الغني صاحب البيت، فجأة، والواد ده في شره كده، في مرة يروح ماسكه. الواد يبقى متوقع يعمل فيه إيه؟ هيقتل الأحداث، صح؟ صح؟ ولو عمل كده له حق ولا لأ؟ ولا هيبقى ظلم الولد؟ فجأة يروح واخده، بدل ما ياخده على الاسم ياخده السجل المرئي. ويروح كده للموظفة يقول لها بصي طلع لي شكلات جديدة. ويقول له اسمك ايه؟ يقول له اسمي كذا. طب حطي اسم وحطي اسم الأب اسمها. أنا حبلني الواد، الواد ده حبلني من ولادي. فالواد يبقى بصيته كده مش مصدق. أنا وبعد كده بعد ما ياخدوا على البيت ويقدموا لولاده ويقولوا انتوا شايفين ده اخوكم زي ما هو كده، ده اخوكم هياكل معانا وهيعيش معانا، ومش بس كده ده هيورث معانا. تخيل كده لو بابا او ماما جاب حد كده من الشارع كان بيشتمك وبيتهجم عليك، فجاه تلاقيه دوت بقى نايم جنبك في اوضتك، ده اللي الرب عمله معانا. ويقعدنا معاه ناكل معاه ونشرب معاه ويدينا اسمه، فبقى الاسم بقى اسمنا، يعني اسمنا واسمه مقترنين ببعض، بقينا حاملين اسمه. حاجه مذهله. بعد كده نيجي نقعد معاه على السفره عشان ناكل، فانا متعود، انا طفل شارع متعود اكل بشكل ايه؟
عشوائي كده بقى، طبخ فراخ ولحمه ومكرونه بالبشاميل وبتاع، وفجاه اول ما حطوا الاكل قلت له ايه؟ هامش فرخه يروح عامل فيها ايه؟ ضربني صح؟ قلت له يا حبيبي احنا ما بناكلش كده هنا. وبعدين قبل ما بناكل بنعمل حاجه ثانيه، احنا بنصلي في الاول. فانا ببص استرس ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ صح؟ صح؟ ويبدا يعلمني هاكل ازاي؟ فأبونا السماوي بيعمل معانا كده بقى، تبقى جايين من الشارع بعيوبنا وقرفنا وعداوتنا وطباعنا الوحشة، بيعمل فيها إيه؟ بينظفها. بس هو مش بينظفها عشان نبقى أبناء. هو بيعمل إيه؟ لأنه تبنانا، لأن اسمنا بقى مقترن باسمه، بيعمل فينا إيه؟ بيعلمنا بقى بينظفها. أنا اسمي مقترن بيه، فمش هيسيبني. لو مشيت عيوبك هيبقى عامل فيا إيه؟ هيعجبني. ليه؟ لأن بيت ابنه. هنتكلم على ده بعد شوية. فالتبني مع إنه مختلف عن التبرير، التبرير الفضائي، التبني برضه مش درجات. يعني مش هينفع مثلا عبد الصفوت يبقى لأنه أكبر مني فهو ابن لله أكتر مني. أو أي حد، أو جونسون مات مثلا لأنه أصغر مني فهو ابن لله أقل مني. أو لأن واحد تعمق في الحياة الروحية مع الله فهو ابن لله أكتر من التاني. لا، ده من هويتنا لله دي حاجة إيه؟ ثابتة، كلنا أبناء الله بنفس القدر. أبناء شرعيين. ده اللي يوحنا يقوله في يوحنا 1. الذين أولي، بعدين يقول الموضوع مش طبيعي، مش أنت مولود في عيلة معينة. الذين أولي ليس من شيد جسد ولا دم ولا رجل. بل إيه؟ من الله. أعطاهم إيه؟ سلطان. أعطاهم الحق سلطان. بقى اسمك متسجل في السجل المدني الالهي او السماوي، ان هم يصيروا ايه؟ ابناء الله. شهاده البلاد ما تتقطعش وما تتغيرش ولا تفقد خلاص. فده التبني. مين بقى الابن الوحيد الطبيعي؟ يسوع المسيح. واحنا ابناء ايه؟ بالتبني. المصر ده انه بيتبنانا نبقى، فيتقال علينا احنا والمسيح اخوات. هو اخونا الكبير، هو اخونا البكر، واحنا اخوه كثيرين. مش بس اخوه، هنشوف حاجات ثانيه. قبل ما نشوف الحاجات الثانيه ديت، عندي الحته ديت مش عارف هيبقى عندنا وقت نتكلم فيها ولا لا. ممكن نتكلم فيها. عايزين نشوف علاقه الثالوث. كلام فاضي خالص. علاقة الثالوث بالتبني. فهنشوف علاقة الآب بالتبني، علاقة الابن بالتبني، وعلاقة الروح القدس بالتبني. هل في علاقة بين الآب والابن والروح القدس بالتبني؟ أول واحد هنشوفه الآب، علاقة الآب بالتبني. أول حاجة علاقة الآب بالتبني إن هو الأب، هو اللي بيتبنانا. فإحنا في العيلة ديت، العيلة الإلهية، الآب هو الأب، وإحنا بقينا أبناء بالتبني. تعالى نقرأ كده أفسس 1. بص بولس يقول إيه في أفسس 1 عدد 3. مبارك الله أبو ربنا، ودي بالكم كلمة أبو ربنا تأكيد على أبوة الآب للابن. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا. مين اللي باركنا؟ الله الآب الذي باركنا بكل بركة روحية في السماوات. فين؟ فاكرين اللي كانوا قاعدين معانا الأول، شايفين؟ الذي باركنا بكل بركة روحية، كل البركات الروحية جاية فين؟ كل البركات الروحية جاية فين؟ في المسيح. مفيش بركة روحية بره المسيح. مفيش حد هيتبارك بركة روحية بره المسيح. كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. ليه؟ لنقوم قديسين. اخترنا الهدف ان احنا نكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبه. وفي المحبه مرتبطه باللي بعدها. في المحبه سبق فعيننا، عارفين يعني ايه عيننا؟ سبق فحدد مصيرنا من قبل تاسيس العالم. هو محدد مصير اللي هيتبناه، حدد مصيرنا. المصير ده اللي هو هيبقى ايه؟ التبني، ان احنا نبقى اولاد، ان احنا ننضم للعيله دي. مين اللي عمل كده؟
شايفين؟ صرف عينا للتبني بيسوع المسيح، مفيش تبني من غير المسيح، فالتبني مرتبط بايه؟ بالمسيح. فهو احنا هنبقى ابناء من خلال عمل المسيح، من غير عمل المسيح الله مش هينفع، مش هينفع نبقى ابناء لله. ما ينفعش. لازم من خلال المسيح. اللي صرف عينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. عمل كده بناء على ايه؟ مش بناء على اي حاجه فينا، احنا كنا اطفال شوارع، مش بس اطفال شوارع، احنا كنا ضده. بنهاجم عليه وعلى بيته وعلى خليقته. بنسيء لصورته فينا وفي الاخرين. فهو ما عملش كده عشاننا، او سوري عشان حاجه فينا. لكن عمل كده بناء على ايه؟ حسب مسره مشيئته، زي ما بولس بيقول في افسس 2 احنا كنا بالطبيعه ابناء الغضب كالباقين ايضا. فاحنا ابناء الله المختارين منذ الازل، لكن احنا مش ابناء منذ الازل، لكن في وقت ما بسبب عمل المسيح الله عمل فينا ايه؟ تبنانا بقينا اولاده. والتبني دوت اتفعل او هيتفعل في حياتنا بسبب ان عمل المسيح، لا يقودنا للابن. فدور الاب انه احبنا قبل تاسيس العالم، قبل تاسيس العالم، واخترنا للمصير ده. بس عشان المصير ده يحصل لازم حاجه تحصل. ايه اللي لازم يحصل؟ لازم الابن يعمل حاجه. غلطي 4. عدد 4 يقول كده: ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه. فأفسس يقول ايه؟ كل بركه روحيه ابو ربنا. الله ابو ربنا، مبارك الله ابو ربنا. وهنا يقول برضه ارسل الله ابنه. ابنه الطبيعي المونوجينيس، الوحيد الجنس، ما فيش زوج، الفريد. ارسل الله ابنه مولودا 4 مولودا من امراه، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس. ليه؟ عشان اللي يحصل لننال التبني. فان الله يتبنينا ان احنا نبقى من ولاده، كان لازم ابنه الوحيد يعمل حاجه. ايه اللي عمله؟ انه يموت لاجلنا. عشان ينفع الله يتبنانا، عشان ينفع نبقى ابناء لله، وينفع نقول له ابانا، وينفع نخش البيت، لازم في مشكله لازم تتحل. مشكله خطايانا، مشكله عداوتنا، العربيه اللي اتجرحت، الفاكهه اللي اتسرقت، البيت اللي اتكسر، الشتيمه اللي حصلت، الاساءه اللي حصلت ليه، لازم تدفع ثمنها. هو مش هيصهين عليها، لازم هيدفع ثمنها. واللي هيدفع ثمنها ابنه الوحيد. بحب ما اقبلوش على كده. فخلي بالك خطايانا مش هتعدي كده وخلاص، مفيش خطيه بتعدي وخلاص. مفيش خطيه بتعدي وخلاص. مفيش حاجه ربنا يقول خلاص يعني هعديها، مفيش. لكن بسبب اللي عمله، اللي عمله ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ثم بما انكم ابناء، بص بقى الدور الثالث، الروح القدس. ايه اللي بقى فعل؟ الابن مات على الصليب عشان يفتدي الذين تحت الناموس، عاش ومات عشان يفتدينا، عشان يخلصنا. فهو عمل حاجه ينفع تخلي التبني يحصل، تممها. طب ازاي بقى اللي عمله الابن ده يتفعل فينا؟ ازاي يعني الفداء عمل المسيح، الخلاص عمل المسيح، ازاي بقى اللي عمله المسيح يتفعل في حياتنا؟ بسبب، لا مش بيبقى هنا، مش حسب، مش بالايمان، لكن بايه؟ بعمل الروح القدس اللي بيفعل عمل المسيح، اللي بينقل لنا البركات دي بتاعت المسيح تبقى بتاعتنا، والروح القدس. ثم بما انكم ابناء ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صارخا ايه؟ يا ابا الان. فاللي يخلينا نصرخ ونقول لله ابويا بسبب اللي عمله المسيح هو الروح القدس اللي بيضمك للعيله، اللي بيدخلك العيله، يخليك واحد من العيله دي. بص كده في رومية 8 يقول ايه؟ ساعات بيقول كده وساعات بيقول كده، مش هتفرق خالص.
في روميه 8 عدد 12. فاذا ايها الاخوه نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لانه ان عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون، لان كل الذين ينقضون بروح الله فاولئك هم ابناء الله. الجسد الروح القدس فعال في حياتهم اللي بيخليهم يصارعوا مع الخطيه وما يبقوش راضيين بحياه الخطيه، وحياتهم يبقى فيها ثمر محبه وفرح وسلام وطول اناء وقدس وصلاح وايمان ووداع وتعفف، اللي حياتهم فيها الحاجات دي اللي خلاهم يعملوا كده الروح القدس، هم دول ابناء الله. طب يعملوا كده ازاي؟ لان الروح القدس ساكن فيهم. اذا لم تاخذوا روح العبوديه ايضا للخوف بل اخذتم روح، بص استخدم الكلمه بتاعت روح ايه؟ روح التبني، الروح اللي ضمنا للعيله، الذي به نصرخ يا ابا الان. يعني نقول الله يا ابويا بسبب الروح القدس. اللي بيخليني اقول لله ابويا هو الروح القدس. اللي يخليني اقولها من قلبي مش وانا واقف في الكنيسه من غير ما احس وانا بشيل الكرسي. ابدا نازل في السماوات. الروح نفسه يشهد لارواحنا اننا اولاد الله. كده بيقول اذ كنا اولاد فاننا ايه؟ ورثه ايضا. ورثه الله، الله هو ابونا وورثون. بص احنا ورثه الله، شايفين التمييز اللي عامله بولس؟ ورثه الله وورثون مع مين؟ مع المسيح، لان المسيح بالنسبه لنا ايه؟ الاخ البكر. اخونا البكر هو اللي مات قبلنا. هو اللي دفع ثمن انضمامنا للعيله. واللي ارسله ابونا. واللي خلى عمل اخونا يبقى بتاعنا هو الروح القدس. طيب ايه علامات التبني؟ التبني بيظهر يعني ايه العلامات بتاعته؟ في علامات داخليه وعلامات خارجيه. علامات داخليه وخارجيه. ايه العلامات دي؟ خلينا نتكلم على العلامات الداخليه الاول. سلام. سلام. اول حاجه سلام. تخيل كده الواد اللي كان بيبقى الطفل الصغير ده اللي كان بيشوف الراجل اللي كان بيشتمه ويهجم عليه، كان لما يشوف الراجل معدي قريب منه ممكن يشوفه كان بيعمل ايه؟ بيجري. دلوقتي بعد ما شافه خده وكتب شهاده ميلاد باسمه ولبسه لبس جديد وقعده في البيت وقعده ياكل معاه، لما هيشوفه معدي هيجري منه؟ خلاص. هيجري عليه. ما في سلام صح؟ فبدل ما يجري من الله بسبب الخطيه يعمل ايه؟ يجري عليه. في سلام. في سلام. فاول علامه داخليه سلام، راحه ضمير، ما بقتش خايف. معليش دينونه، لا شيء من الدينونه الان على الذين هم في المسيح يسوع. بقيت بصخ يا ابا الاب. الحاجه الثانيه لسه قايلينها في روميا 8 يقول كده في عدد 16 الروح نفسه الروح اللي ساكن فينا بيشهد لارواحنا اننا ايه؟ ابناء الله، اولاد الله بيبقوا متاكدين انهم اولاد الله. عارفين. عارف فاكر الرب عمل معاه ايه؟ ده التغيير، ده يعني ان هو بيحب الله وان هو مش عايز يعمل خطيه لانه بيحب الله. بصراحه يا جماعه موضوع التجديد اللي بيعمله الروح القدس فينا ده مش بس معجزة، تاثيره اكبر مما نظن. أكبر مما نظن. في ناس لقيته وهي صغيرة يمكن ما تفتكرش، وفي ناس لقيته وهي كبيرة وحاسة بالفرق. لكن بيبقوا متأكدين، بيبقوا مطمنين. بيبقوا عارفين هم فين، ما بيبقوش خايفين من الموت. في سلام بينهم وبين الله، الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. في علامات، علامات داخلية، وبيبقى جواهم رغبة ان هم عايزين يطيعوا الله، مش عشان يهرب من الجحيم او عشان يروح سما. حب في الله. ابويا. من العلامات بقى الخارجيه، دي علامات داخليه، من العلامات الخارجيه بقى انه انا كنت طفل شارع وشوية كنت طفل شارع ومولي كنت طفل شارع وجابني انا مثلا الاول، انا مش عارف هم جددوا امتى، يمكن جددوا قبليه ولا انا جددت قبليه. ففي وقت ناس منكم كانت متجدده، كانت في الكنيسه ربنا جددها ودخلها، وانا كنت لسه طفل شارع. لما جدد حد قبلي هو جابه ودخله بقى يقعد معايا، وانا لسه ايه بره. في يوم من الايام لما هيجيبني هيقعدني فين؟ هيقعد كل واحد فينا على الترابيزه لوحده؟ لكن بنعمل فينا ايه؟ كلنا بنعمل ايه؟ بنقعد مع بعض، كلنا بننضم للعيله.
فمن العلامات الخارجية للتبني إن أنت بتنضم للجسم، بتنضم للعيلة. عشان كده مفيش مسيحية بره الكنيسة. فكرة المسيحية علاقة شخصية بالله والموضوع خلص على كده، ده ضد فكرة العيلة. كان مايكل مالتي بيتكلم مع حد اللي فات الصبح عن فكرة إزاي الله بيعمل عيلة طول التاريخ. الكلام جميل أوي، فعلا الله بيعمل عيلة طول التاريخ، وإحنا ضمينا العيلة دي بقينا أهل بيت الله. فأنت بتحب تبقى مع إخواتك، بتحب تاكل مع إخواتك. سواء تاكل من الكلمة مع إخواتك، الله بيغذينا، الله نفسه بيغذينا. على فكرة مش القسيس اللي بيغذيك، مش أي حد بيعظم بيغذيك، الله نفسه بيغذيك وبيستخدم أدوات. الأدوات دي هم الخدام، لكن هو اللي بيأكلها وبيأكل. فكلنا بناكل سوا، ولما بنتناول المائدة بتاعته هو بيأكلنا سوا، وبناكل نفس الأكل، ناكل مع بعض. فإحنا وإحنا بنتناول، إحنا من الحاجة اللي بنتمتع بيها واحنا بنتناول مع بعض ان احنا من عيلة الله، ابناء الله باليقين، وبنقول على بعض واحنا بنتناول احنا اخوة. انتوا عارفين مين اللي بيقودنا في العبادة او مين قائدنا في العبادة؟ المسيح نفسه. بص كده معايا في عبرانيين 2، عدد 9، شاهد جميل قوي. ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع، لما تأنس وضع قليلا عن الملائكة يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل. عارفين كلمة لاقى بذاك يعني إيه؟ يعني إيه لاقى بذاك؟ يعني ليه بيه، ليه الشخص ده. عارف أنت بقول لك إيه؟ دلوقتي بتاع الاسود يليق بالله، يليق بيقول لا يليق بالله بقى، مش الاسود يليق بالله، حاجه تانية يليق بالله. ايه الذي من اجله الكل وبه الكل، وهو اتي بابناء كثيرين الى المجد، بابناء كثيرين هيجيبهم للمجد. نفس الكلام بتاع افسس صح، ان يكمل رئيس خلاصهم اللي هو مين؟ يسوع المسيح بالالام، لان المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. فلهذا السبب لا يستحق ان يدعوهم اخوه قائلا اخبر باسمك، اخبر باسمك اخوتي وفي وسط الكنيسه اسبحك، انا وسطهم. وايضا ان اكون متوكلا عليه، وايضا انا والاولاد الذين اعطانيهم الله. فاذا تشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو ايضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس، ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبوديه. لانه حقا ليس يمسك الملائكه. يعني ايه ليس يمسك الملائكه؟ يعني هو مش جاي يساعد الملائكه، هو مش جاي يخلص الملائكه، بل يمسك خباك مش كل البشر، بل يمسك مين؟ نسل ابراهيم، اللي عندهم ايمان ابراهيم، ولاد ابراهيم. واخدين بالكم؟ من ثم كان ينبغي ان يشبه اخوته بقى زينا في كل شيء، لكي يكون رحيما ورئيس كهنه امينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب. فمن ضمن سمات او العلامات الخارجيه للمؤمنين ان هم بيعملوا ايه؟ بيعبدوا مع بعض، بيتناولوا مع بعض، بيحبوا يسمعوا تعليم، بيحبوا يسمعوا كلمه الله. ابناء الله يحبوا يسمعوا كلمه الله، يحبوا يقروها، يحبوا يسمعوا شرحها، يحبوا يحضروا التعليم، يحبوا ده، يحبوا التعليم، يحبوا الاكل ده، يحبوا يسمعوا صوت ابوه. اللي مش ابناء ما يحبوش ده، ما يحبوش يسمعوا كلمه الله، ما يحبوش يتوعظوا، ما يحبوش يقروا، ما يحبوش يقروا كلمه الله. اصلا دي سمات، دي علامات داخليه وعلامات خارجيه. اخر حاجه بركات التبني. شريف عندي بس سؤال في الحته دي. ايوه. لو حد يعني ما عندوش العلامات دي كلها، أو في حالة فتور أو الروح القدس مش مفعل بالشكل ده، أه، لكن
ان هو فوق اتساطة وابن المسيح ده بنسميه ايه؟ ممكن يبقى يا اما كان بيخدع نفسه وهما ما اتجددش فعلا، كان الموضوع مجرد مشاعر، واخد بالك؟ مشاعر خارجيه، زي مثل الزارع. فاكر مثل الزارع المسيح بيقول لك ايه؟ ان في ناس بتسمع الكلمه وتعمل ايه؟ وتقبلها بفرح، بفرح، لكن مش حقيقيه. لما بتحصل، لما بيحصل ضغط، لما متاعب الحياه بتيجي عليه، او لو الشمس طلعت عليه، ايه اللي بيحصل له؟ تحرق، تخنق، مش كده؟ الكنيسه مليانه كده، الكنيسه مليانه كده. فمش معنى ان واحد صلى وقبل المسيح وبكى او فرح في يوم انه ابن لله. بصراحه اولاد الله يبقى هم عارفين ان هم اولاد الله، متاكدين من ده، بيحبوا الله، بيغلطوا، بيعملوا خطيه، بيقعوا، بس بيتعبوا، بيحبوا يتوبوا، بيحبوا يسمعوا كلمه الله، بيصلوا طول الوقت، بيحبوا الاخوه، بيحبوا المؤمنين، بيحبوا الكنيسه، بيحبوا يقعدوا مع المؤمنين، بيحبوا الاتقياء. واخدين بالكم؟ تعالوا نقرا عنهم شويه في رساله يوحنا الاولى. يوحنا الاولى ثلاثه. بصوا في يوحنا الاولى ثلاثه حقيقه التبني بتخلينا نبص لكل حاجه في الحياه بشكل مختلف. يعني ان انت تبقى متاكد ان الله ابوك وان انت ابن لله تخليك تبص لكل حاجه في الحياه بشكل مختلف، حتى خطاياك، حتى ضعفك، المؤمنين اللي حواليك، ظروفك، الامك، كل حاجه، كل حاجه بتبص لها بشكل مختلف. تعالى نقرا كده النص الجميل بتاع يوحنا الاولى ثلاثه. من أهم الشواهد على التبني يوحنا الأولى ثلاثة. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. أو أول جزء قبل ما أكمل الآية. يعني أول حاجة علاقتنا بالله بقى شكلها إيه؟ يعني في محبة كبيرة اختلفت بعد التبني، علاقة مع الله اختلفت. بعد ما كنت عدو الله بقى أبويا. وده تداعياته كتير. أنا بقيت تحت مظلته، تحت حمايته. كون الله ابوك يختلف خالص عن ان الله مش ابوك. لو الله مش ابوك انت مش تحت حمايته، مش كده؟ انت مش، انت بالعكس، ده الواحد وهو الله مش ابوه هو في الواقع علاقته بالله ايه؟ عدو، مش كده؟ فهو مسيء لله، لكن كونك ابن لله فده معناه ان انت تحت حمايه ورعايه واهتمام الله اللي لم يسفك على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين، مش كده؟ بصوا مزمور 103 يقول ايه على او الايه المشهوره، كما يترأف الاب على ايه؟ على البنين. يترأف الرب على مين؟ شايفين العلاقه عامله ازاي؟ رأفه، زي ما الاب بيترأف على اولاده. عارفين كلمه يترأف يعني ايه؟ يعني يبقى حنين عليهم قوي، الرب حنين على اولاده. والمزمور يقولها بشكل غريب، كما يترأف الاب على البنين، مش بيقول يترأف الرب على كل البشر، لكن بيقول يترأف الرب على خايفين. لما الواحد كان بيبقى طفل بيلعب في الشارع وحد يضربه او حد يغلس عليه او حد ياخد منه لعبته، حد ياخد منه العجله بتاعته او الكوره بتاعته، فراح لو طفل صغير راح يروح معيط ويقول له ايه؟ هجيب لك ابويا، مش كده؟ صح؟ اه؟ ده معنى من الله ابوك، معناه ان انت تبص لكل الضيقات اللي في حياتك او الالام او الاضطهاد وجايز التعبير تبص لها في عينيها كده وتقول لها انت عارف ابويا مين؟ انت عارف مين ابويا؟ ده معنى ان انت ابن لله، ان ابوك هو اللي بيحميك، وان انت تبص للحاجات دي كلها وانت متحامى فيه، ولما تحصل تعرف انها ما حصلتش كده. لان هو بيهتم بيا وهو متحكم في كل الامور وهو صالح وقادر. فخلينا نبص كل الالام اللي حواليا، كل حاجه بتحصل في العالم، واعرف لان الله متحكم ولان الله ابويا فيبقى كل اللي بيحصل ده ايا كان فهو صالح.
اللي يخليني متاكد من كده ان ابويا مهما كان الامر صعب، مهما كان الامر صعب هو ابويا. ف مفيش حد هيقول لي معلش انا ما خدتش بالي، ما قدرتش معاك. تقول لي بس اللي بيحصل لي ده صعب، ليه كده؟ هو حكيم، هو عارف يعمل ايه مصلحته حتى لو انت مش فاهم. كنت زمان بحب العب كوره في الشارع جدا جدا، وكنت ساكن في حته اهالي العيال اللي بيلعبوا في الشارع مش مهتمين يعني بالاخر بالمستقبل يعني. وانا ابويا وامي كانوا مقرطين عليا قوي في موضوع المذاكره، فالعيال بتلعب في الشارع كل يوم وانا بحب العب كوره جدا معاهم، وبابا وماما يقولوا لي لا مش هتلعب، تخلص الاول مذاكره مش هتلعب. وانا بيني وبين نفسي وانا في السن ده اقول يا رب انت ليه ما تدينيش اب زي فلان او ام زي فلان، تسيبني اعمل اللي انا عايزه اروح العب. بعد شويه استلم حتى العيال دي سقطت، كانت بتش تعليم وانا كملت تعليم. وبقيت افكر وانا كبير بقى يا ترى انهي اب كان بيحب ولاده اكتر؟ الاب اللي منع ولاده من اللعب وقفل عليهم وخلص عليهم، ولا الاب اللي كان سايب ولاده يعمل اللي هم عايزينه تطلب ده مريحهم؟ انهي اب كان بيحبه اكتر؟ فاحنا بقول عارف ايه اللي في صالحنا. المنع من اللعبه كان بيوجع ساعات، بيبقى مقرف بالنسبة لي ساعتها، مقرف صح؟ لكن ده كان منتهى خير. مش بس كده، لأن الله أبونا فهو ملجأنا، حمايتنا اللي بنصرخ له لما 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 نضطهد، لما نتعب نقول له حقنا. يعني مع إني عارف إن هو متحكم في كل الأمور، لكن ده برضه ما يمنعش إن أنا لما أتعب، لما أتضايق، لما أتصدم أروح لمين؟ أروح له أقول له الحق. أنا محتاجك، أنا محتاج سند، أنا طمني. وبيرد هو بيقول كده أنا ملجأ ليك. يعني بص كده في أمثال 16، سوري أمثال 14 آية جميلة. عدد 26 بيقول كده في مخافة الرب ثقة شديدة. في مخافة الرب ثقة شديدة ويكون لبنيه ملجأ. اللي تستخبى فيه، اللي تتحامى فيه، مفيش حد اقوى منه ممكن تتحامى فيه. المسيح في البعوث على الجبل كان بيقول للتلاميذ كده، ما تقلوش هتاكلوا ايه وتشربوا ايه، انظروا الى زنابق الحق، انظروا الى طيور السماء. فكده يقول ايه؟ فاكرين وصف الله بالنسبه لهم ايه؟ قال عليا الله ايه بالنسبه لهم في مرات سته؟ اباكم السماوي بيقودهم، عنادكم السماء، وهو عارف ايه احتياجاتكم من قبل ما تطلبوها، لانه اه مش بس لانه خالق ده اه، فمش بس عارف احتياجك، ده بيحبك وحنين عليه، فهو عارف احتياجك. ما تخافش ما تخافش ما تخافش من احتياجاتك، ما تخافش. مضيم كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم، اه لانه اب زي ما الاب بيهتم بولاده. ده المسيح بيقول ده لو انتوا اشرار بتعرفوا تعطوا اولادكم هتعمل ايه؟ ده حد فيكم لما ابنه بيطلب منه بيضه بيديله تعبان؟ حد فيكم بيعمل كده في ولاده؟ هو انتوا احسن مني؟ الرب بيقول كده، يعني انتوا احسن مني؟ لو انتوا بتعرفوا تدوا اولادكم عطايا جيده انا مش هديكم احسن، انا مش ههتم بيكم اكتر. كل ده في نظره اية محبة أعطانا إيه؟ اللي هي حتى يدعى ندعى أولاد الله. بس في حاجة تانية، إنه لأن إحنا أولاد وهو أب ودي العلاقة الجديدة بقى بيأدبنا. أصعب حاجة ممكن أب يسيبها في ابنه اللي عارفين يعمل إنجام في إيه؟ الآباء اللي كانت بتسيب عيالها تلعب في الشارع يعمل لهم عشان أعمل إيش دعوة، أنا جاي من شغل تعبان يعمل يعمل ما بيحبش ولادي. لكن الأب الحقيقي لما يشوف ولاده فيهم مشكلة ما ينامش، يفكر فيهم، يبقى مشغول بيهم.
احل المشكله دي ازاي؟ اساعدهم ازاي؟ اغيرهم ازاي؟ فابونا بيعمل فينا ايه؟ بيقدمنا. وده اللي بيقوله كاتب العبرانيين، كل ابن كل ما يحب ربنا يعرف ايه؟ يقدمه. وكل ابن يعني بيجلد كل ابن بيجلده. لكن خلي بالك تقديم الله لينا مش انتقامي، يعني هو مش تعامل على صفة قاضي، مش لو انت غلطت انا هقصف رقبتك. يعني لو انا بنتي كسرت ايه مثلا؟ او كسرت اللابتوب مش عارف اعمل فيه ايه. بس انا لو بنتي كسرت اللابتوب ده عمري ما هشغلها عندي عشان تسدد التمن، مش كده؟ مش هشغلها عندي تسدد التمن، مش هقطع، مش هكسر ايديها او مش هعمل لها عقد مستديمه عشان تكسر اللابتوب. طب هل هعطيها هقدمها؟ ممكن اقول لها مثلا ال 10 سنين جايين مفيش مؤتمرات. السيف ده خلاص مش هيبقى حلو. المؤتمر بكام؟ ب 300 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه. وده مش ثمن اللي هي كسرته، خدي بالكم. لكن ما تبقاش تبقى حريصه، مش لازم كمان. والهدف بيبقى من التأديب ان انت ما تعملش كده تاني في المستقبل، مش عشان اللي فات، مش انا مش بخليك تعوض على اللي فات. انا مش لازم تعمل كده تاني. وده اللي ربنا بيعمله معانا. لما بنغلط، لما بنمشي غلط، بيأدبنا وبيوجعنا، بيبقى مش انتقام مننا لان احنا عملنا حاجه، مش بيتعامل معانا بصفه القاضي، لكن هو عايز ايه؟ أنا مش عايزك تعمل كده تاني. مش عايزك تعمل كده تاني. فاللي أنا بعمله معاك ده مش ثمن اللي أنت عملته، ثمن اللي أنت عملته أنا لو هاخد منه حق، لو هاخد من يعني حقي منك ما تستحملش. في واحد بس استحمل الحق ده. أنت ما تستحملش تدفعه. فما تتخيلش إنه ربنا بياخد حقه مني. الابن ربنا ما بياخدش منه حقه. هنرجع ليوحنا الاولى ثلاثه، اول حاجه ابزروا اي محبه اعطوا الاب حتى ندع اولاد الله. بعد كده يقول ايه؟ في حاجه بقى مرتبطه بده. بصوا العالم بيبص لنا ازاي؟ من اجل هذا لا يعرفنا العالم لانه لا يعرفه. يعني ايه لا يعرفنا العالم هنا؟ ما يحبناش. العالم ما يحبش العيله دي. علاقة العالم بالعيلة دي علاقة مش كويسة. لأن علاقتها برب هذه العيلة علاقة مش كويسة. هم علاقتهم برب هذه العيلة علاقة إيه؟ عداوة. وأنت دلوقتي بقيت إيه؟ في العيلة. أنت علاقتك دلوقتي بقيت إيه بالنسبة للعالم؟ عداوة. فده بيحصل. وكل ما تبان إن أنت ابن لله أكتر، العداوة اللي يحصلها تزيد أكتر، والمقاومة تزيد أكتر. بس يقول كده، لو هم عملوا معايا كده هيعملوا معايا كده. فانت ما تتوقعش ان انت تبقى ابن لله وعايش في العالم عايش وحبيب الناس في العالم. خلي بالك في حاجه غلط، يا اما انت مخبي هويتك مش عايزها تبان، يا اما انت اصلا مش ابن لله. فالتبني معناه ان علاقتك بالعالم ايه اللي حصل لها؟ اتغيرت. مش هترجع تاني. العالم مش هيحبك، ما تتوقعش قبول ورضا وتأييد من العالم. لأن هم عندهم عداوة مع أبوك. بعد كده عدد اثنين وثلاثة بص يقول إيه؟ أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنرى كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء بيعمل ايه؟ الرجاء ده بقى ان انا في يوم من الايام هبقى شبه المسيح بالظبط، ده يخليني اعيش دلوقتي بشكل مختلف. فالحياه بصفتك او بسبب التبني او التبني مرتبط بالرجاء، لان انا ابن دلوقتي فانا هحول لثمرات معينه، انا هوصل لحاله معينه، وده يخليني دلوقتي اعيش حياه بشكل مختلف، حياه تليق بوصف ابن الله. انا في يوم من الايام هعيش مع هذا الشخص الى الابد. فلو انا هعيش بشكل معين في قداسه الى الابد،
وهبقى مبسوط ان انا اعيش كده. فده معناه غالبا ان انا احب اعيش كده من امتى؟ من دلوقتي. هيبقى غريب جدا ان انت دلوقتي مش عايز تعيش كده وفي الاخر عايز تعيش كده. طب لو انت في الاخر عايز تعيش كده ما تعيش كده دلوقتي. لو انت مش عايز كده يعني لو انت بتقول انا عايز اعيش معاك يا رب في قداسه ومعايا وشركه وامور ومفيش خطيه الى الابد ودلوقتي بس ست عايش دلوقتي كده زمان يبقى انت كده. مش كده؟ انت مش عايز تعيش في النور. اللي عايز يعيش في النور الى الابد هيحب يعيش في النور امتى؟ من دلوقتي. فاللي يخليه يعمل كده دلوقتي ان عنده رجاء ان انا في يوم من الايام هعيش الحياه دي. طب انا عايز اعيش الحياه دي ايه؟ من دلوقتي. ورغبتي مش ان انا اروح السما، رغبتي ان انا ابقى مع ربي السما. فانا عايز ابقى يعني لو السما اهم ما فيها واحلى ما فيها هو الله نفسه. وانت مش عايزه دلوقتي. هتعوز السما في الاخر ليه؟ مش كده؟ لكن اللي عنده هذا الرجاء بيعمل ايه دلوقتي بقى؟ بيقول ايه؟ انا مش انا لازم استعد للمشهد الجاي. مش كده؟ فاللي عنده هذا الرجاء بيطهر نفسه علما ان المصير النهائي لم يتحقق. ما توقعش ان المصير النهائي بتاع التبني حصل دلوقتي. لسه اللي جاي اعظم. اختبار معية الله والشركة مع الله والتشبه في المسيح بيزيد وهيزيد لغاية ما هنوصل في مشاكل هيبقى شبه ابنه البكر بالظبط. فيقول كده بولس في رومية 8 ان احنا لان احنا عندنا الروح القدس عندنا ميراث عندنا عبور ميراثنا فاحنا بنئن بعد كده نئن. ليه بنئن؟ نئن متوقعين التبني. مش ده معناه ان التبني ما حصلش، لا هو حصل بس لسه ايه؟ ما اكتملش، هيكتمل. متوقعين التبني في ده اكسبنا. فتلاقي كده ابن الله بيقول له امتى يجي اليوم اللي بطل اعمل فيه خطيه؟ امتى يجي اليوم؟ انا مش تاقي يا رب. اللي عنده هذا الرجاء ان ده هيحصل في يوم من الايام ظهر بيه نفسه. في هنا بقى كمان معادله جميله جدا 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 ان الله وعد ان ده هيتم. الذي سبق فعرفهم سبق فعينهم واللي عينهم دعاهم واللي دعاهم بررهم واللي بررهم مددهم. هو هيعمل كده عشان يكونوا مشابهين صوره ابنه. وخلي بالكوا ربنا لما بيوعد بينفذ. لكن الغريب بقى ان الله بيحقق وعده ده من خلال صبرنا وايماننا وصراعنا مع الخطيه. فانا بصارع مع الخطيه وبجتهد لان عندي وعد. واخدين بالكم؟ مش عشان اخد حاجه يمكن تروح مني، لكن لان انا متاكد انها جايه فبعيش وانا مستنيها. فبقى ايوه ده اللي بيقوله برضه كاتب العبرانيين. نفس الفكره في العبرانيين. هو المشوار ده مش لا. كلمة لن تزل أبدا مش معناها إنك مش هتقع أبدا لأن ده ضد اللي بيقول يوحنا في يوحنا واحد. يوحنا واحد بيقول إيه؟ إن كلنا إحنا إننا بلا خطية نضل أنفسنا ولا يستحق فينا ونجعله في هزيمة. لكن كلمة لن تزل أبدا معناها إن أنت مش هتقع خالص من رحمة الله ونعمة الله. خد بالك مش هترتبك في إنجاز التعبير. زي ما كانت مرنا بتسأل من شويه في ناس صلت وقالت حاجات واختبرت حاجات وباكت وفرحت ورجعت لانها ما التزمتش بالحاجات دي فزلت. المؤمنين الحقيقيين اللي عندهم هذا الرجاء اللي واثقين من كونهم ابناء لله طول الوقت بيصارعوا حتى لو وقعوا وقعهم بيبقى مش منها. عشان كده حتى احنا بنحكم على واحد واقع ساعات بيبقى خطر. يمكن يبقى الشخص ده مؤمن وفي اليومين دولت بيعذب نفسه بره زي موت يمكن. ولو انا بقول للناس دايما خلي بالك ما تلعبش عليه. ممكن شرح اخطر ايه؟ واحد بيعذب نفسه بره يعني واحد مع انه ابن لله والروح القدس ساكن فيه لكن بيحزن الروح القدس اللي ساكن فيه. هو تعبان ومش مبسوط مش فرحان بالشركه بتاعت الله ابوه مش حاسس بتمتعه بحمايه الله لكنه ابن لله. فالله هيعمل ايه في الشخص دوت؟
هيأدبه. ساعات بيبقى التأديب بنعرفه بنعمل ايه؟ يسيبه كده شويه. وساعات التأديب يروح خبطه خبطه جامده توجع، يفقد حاجه، يفقد حد، يفقد حياته ويجيبه مقدس. تخيل كده لو انت ابنك راح معاكي سوبر ماركت كبير، كارفور او سوبر ماركت كبير، وكل شويه يعمل ايه؟ يجري يجري كده ويجري كده ويجري كده، وانت تقول له حبيبي ديفيد خليك ايه؟ خليك جنبي، ما تبعدش ما تبعدش، وهو كل شويه يعمل ايه؟ يجري ويعمل عبيط. فجاه تروحي انت مره عامله ايه؟ مش شايفاه كده في الممر ده، وعارف في الممر التاني مثلا مقفول، تروح مستخبيه. انت شايفاه وهو مش شايفه. هل هو عامل ايه في الوقت ده؟ فجاه كان بيطمن كل شويه يجري بعيد ويرجع لك، يجري بعيد ويرجع لك، فجاه يحس نفسه ان هو ايه؟ لوحده، فهيحس بايه؟ بخوف، ويقول لك الله سألني. صح؟ ويبدا يعمل ايه؟ يعيط ويدوق يعني ايه الله بعيد، لغايه ما انت تروح عامله له ايه؟ تظهري تاني. اول ما اشوفك عامل ايه؟ هيفرح ويعيط ويروح جاري عليكي. بقيت اليوم غالبا مش هتحتاجي تقولي له خليك جنبي، صح؟ صح؟ ان انت تسيبيه في المشهد ده، ان انت تسيبيه في الموقف ده كان نوع من الايه؟ من التأديب. صح؟ ايوه. انه التأديب هدفه تقديس، التخلص من كل شر. ده هدف التأديب. فساعات بيبقى تأديب المؤمنين ان يوقف حياتهم، يخلي مشكله الخطيه والصلاح مع الخطيه وهذا الجسد اللي يحصل لها. تعالى اديك مثلا، افتحوا كروس 11. طبعا بس انا بقول للمؤمنين دايما ما تلعبش على كده. المؤمن الحقيقي مش هيتجرب الرب كده. مش هيحب يعمل كده. مش هيحب يعمل كده، لكن هل في مؤمنين الرب ممكن يعمل معاهم كده؟ اه. تعالوا نقرا الشهادة في كورنثوس 11. عدد 27. مش هخش في يعني ايه واحد مجرم في جسد الرب ودمه، بس هقول لكم انا عايز ايه من النص ده. اذا اي من اكل هذا الخبز او شرب كاس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. ولكن ليمتحن الانسان نفسه وهكذا ياكل من الخبز ويشرب من الكاس. لان الذي ياكل ويشرب بدون استحقاق ياكل ويشرب دينونه لنفسه غير مميز جسد الرب. اوكي بص بص بيقول ايه؟ من اكل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون عارفين ايه القدوم؟ يموتوا. ليه؟ لاننا لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم علينا، فاللي حصل دوت المرض والضعف والموت كان عباره عن ايه؟ حكم. حكم لغايه دلوقتي حكم لسه مش عارفين ايه ده، صح؟ حكم احنا اتحكم علينا بده لان احنا استخدرنا بميتة الرب، اتناولنا بغير استحقاق، عايشين في الشر وبنتناول، عايشين في الخطيه وبنتناول، عداوه بيني وبين اعضاء الجسد وبتناول عادي، مستبيح بجسد الرب ودمه. بتكلم على الشيطان في المسيح وانا عايش في الشر. مؤمن متغير ابن بس بعمل كده. ولكن اسقط حكم علينا اللي حصل لنا ده كان ايه؟ نؤدب من الرب. اللي حصل لنا ده كان ايه؟ تأديب. ليه؟ كلام ده فالتأديب ممكن يوصل بالموت. ممكن يوصل ان يحصل لي عاهه مستديمه، او ان انا افقد حاجه ما ترجعش تاني. بركه من بركات الرب. شوف تأديب الرب للشعب الصغير في العهد القديم، ربنا قدم الشعب تأديبات. خلي بالكم الله قدوس وقدسته مع اولاده زي قدسته مع الاشرار. مش عشان احنا اولاده هيعديه هيصيد، لا، بس نظرته للاشرار غير نظرته للولاد. نظرته للاشرار نظره قاضي، نظرته للولاد نظره اب. نظرته للاشرار انت هتدفع ثمن ده الى الابد لو مت وفضلت في شر، لكن نظرته لاولاده انا هقدمك عشان اعرف اغيرك لغايه تبقى شبه المسيح. خليك تبطل. مش شايف ايه ده؟ هو بيقول عليه تأديب. بس هو يا شيخ لو هو لو مات في المرحلة دي هل كده التأديب جبنا يعني ساعتها هيبقى فين؟ هيبقى فين ساعتها؟ دايما التأديب بنبص اللي بعديه، صح؟ الشخص ده لما اتقدم بقى فين؟ المؤمن هيبقى فين؟
ايوه بس هو في المرحله دي ايوه لو اتقدم في الوقت ده بالموت هيبقى فين؟ خلاص يبقى كويس موت. لا هيبقى فين؟ بيعمل ايه؟ بيفرح ولا لا؟ بيفرح. فهو التأديب ده كأنه ايمان اصلا هو بيت الضعف. ويا في ناس كده؟ للاسف في ناس كده. شريف يعني حناني وسفير. ما اعرفش دي حاجه صعبه. لكن مثلا مثلا لوط احنا متاكدين من لوط. ايوه. صح؟ مين يحب يبقى مين يحب يعيش زي لوط؟ لوط كان عايش في سدوم وعموره كان بيقعد في قريب المدينه. من اعيان البلد. من اعيان اشرار البلد في العالم. ده في حته مشهد في تكوين، تعرف فاكر تكوين 19؟ لوط الملائكه راحت حذرته وهو حمل ملائكه لانه اهل سدوم وعموره هجموا على بيته وكانوا عايزين يعني يتهجموا على الملائكه ديت جنسيا. ولوط حاول يقنع جواز بناته ياخدهم معاه وجواز بناته ضحكوا عليه. واضح ان لوط ما كانش هين عليه يمشي. مش هين عليه يمشي. في عدد 15 ولما طلع الفجر كان الملكان بص بيعملوا ايه مع لوط؟ يعجلان لوط. يعني بيقولوا له ايه؟ خلص البلد هتولع. خلي بالكوا ده في حد ذاته كان فعل ايه من الله؟ رحمه. صح؟ كان سابه لو هو مش هيسمعه سابه يسيبه. خلي بالكوا لوط هو اللي اختار سدوم معموره. وما صرخش للرب تعالى انقذني من سدوم معموره، ده الرب راح انقذه من سدوم معموره وهو عايش في سدوم معموره مش كده؟ راح له بعت له ملائكه بتقول له امشي وهو لسه يا في تباطؤ. يلا قم خد امراتك وابنتيك الموجودتين لئلا تهلك باثم المدينه. ولما توانى ايه اللي حصل؟ امسك الرجلان بيده وبيد امراته وبيد ابنتيه لسبقت الرب عليه واخرجاه ووضعاه في خارج المدينه، خرجوه بالعافيه. ليه؟ ايه السبب في الايه ديت؟ شفقة الرب. فخلي بالكوا احنا المؤمنين ساعات لما بنعيش في الشر اوقات كتيره جدا الرب بيعمل فينا ايه؟ بيستنى علينا. يقول لي يا شريف بطل. 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 وساعات يجيبني من قفايا غصب عني. وساعات يروح عامل لي تأديب. لا صعب لان كل الناس في المسيح كاملين امام الله. يعني لوط وابراهيم الاثنين مقبولين امام الله بسبب عمل المسيح. في الاخر فعلا في مش عشان ده مش عشان ده داخل السماء وده ما دخلش السماء ولا احنا ما لا لكن في مسؤوليات اكبر. مسؤوليات اكبر. لكن عامة شايفين ده واحد مؤمن ابن مش عايز اخش فيها دي دلوقتي. خليها في مره ثانيه. خليها مره ثانيه. تعال نبص تاني يوحنا الاول ثلاثه نشوف اخر بركه من بركات التبني. فشفنا العلاقه مع الله بتختلف، العلاقه مع العالم بتختلف، الرجاء بيخلينا نعيش بشكل معين. يوحنا الأولى ثلاثة بص بقى يقول في حاجة كمان بتحصل بسبب التبني في عدد 14. من ضمن الحاجات اللي تقول إن إحنا بقينا أبناء لله. ونحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة، كل اللي بقيت ابن لله أنت انتقلت من الموت إلى الحياة. لأننا نحب الإخوة. في حاجة جديدة بتحصل بقى، بقيت بتحب المؤمنين. في محبة خاصة للمؤمنين. تحب تقعد معاهم، تحب تصلحهم. المؤمن الحقيقي لما يسافر اكتر حاجه تشغله مش اكله وشربه وشغله. اكتر حاجه تشغله انا هقعد مع مين؟ انا هبقى ليا شريك مع مين في المكان الجديد ده؟ دي اكتر حاجه تشغله. اهم علاقه للمؤمن هي علاقته بالله. تاني اهم علاقه للمؤمن انجاز التعبير او البيت المسيحي الكنيسه بشعب الله. نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياه لاننا نحب الاخوه. من لا يحب اخاه يبقى في الموت. ده ما انتقلش بس. كل من يبغض اخاه فهو قاتل نفسه، وانتم تعلمون ان كل قاتل نفس ليس له حياه ابديه ثابته فيه.
بهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع أنفسنا لأجل الإخوة. وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشائه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ إزاي تبقى مؤمن وشايف أخوه في الكنيسة بيعاني ومش لاقي ياكل وأنت عشتك مرتاحه وساكت؟ إزاي؟ يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل. والحق فهنا مش بيتكلم بس على محبة مشاعر، ده بيتكلم على محبة إيه كمان؟ عملية. ودي اللي تقول إن أنت بقيت في العيلة، فلأن أنت ابن أنت بقيت بتحب العيلة دي، بقيت بتحب الإخوة والإخوات دول بالذات. أه بتدي كل الناس، بس عطائك للناس دول زي ما بولس بيقول إيه؟ ولا سيما أهل الإيمان. مهتم بدول أكتر، بتفرح معاهم، بتحزن معاهم، فرحا مع الفرحين، وبكاء مع الباكين. فما ينفعش شخص يقول أنا مسيحي وما يضمش العيلة دي. ما يبقاش جزء منها. أبناء الله يحبوا يخدموا العيلة دي. زي ما هنا بيقول كده، المسيح عمل إيه؟ من أجل العيلة، الأخ البكر عمل إيه للعيلة؟ على 16، بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك الأخ البكر وضع نفسه لأجلنا. واحنا بقينا من العيله، احنا بقينا اخوات، فنحن ينبغي لنا ان نضع انفسنا لاجل الاخوه. انتوا عارفين العيله ديت ربنا بيبقى حنين تخدمهم؟ في عبرانيين 1 بيرسل الملائكه كارواح خادمه للعتدين ان يرثوا الخلاص اللي هو احنا. فالملائكه بتخدم الكنيسه، بتخدم العيله دي، بتستخدمها انت. مفيش امتياز اكبر من ان انت تخدم في العيله دي، لان انت بتحب العيله دي في كل مكان، بتحبهم، بتحب خيرهم، تبقى مهتم بيهم. فلو الله ابونا، ايه الثقه المفروض ان نعيش بيها في العالم؟ لو الله ابونا زي ما مصر بيقول، ايه التقوى اللي المفروض نعيش بيها؟ بس لان احنا اولاد الله، انا من العيله دي. لو الله ابونا، ابص الانتقاد اللي بتحصل لي في حياتي ازاي؟ لو الله ابويا ويأدبني هيبقى رد فعلي ايه؟ الابن الحقيقي لما ابوه يأدبه يفرح ولا يزعل؟ يفرح. وخاصة لو كبر كل ما يكبر يفرح اكتر. ولما يحس ان ابوه سايبه المفروض يعرفين يعمل ايه؟ يخاف. طب سايبني ليه؟ نظرتي احتياجاتي ضعف المشاكل اللي خلفي. وابناء الله لسه مستنيين اليوم الاخير بقى اللي هنبقى عايشين فيه في العيله ديت بلا عوائق، بلا مشاكل، بلا تاديب، بلا الم، بلا حزن. اليوم اللي هنبقى فيه مشابهين صوره زي ما بيقولوا حاجه كده، انظروا اي محبه اعطانا الله حتى ندع، او حتى اعطانا الاب حتى ندع اولاد الله. مفيش امتياز، مفيش عيله الواحد يفتخر بيها اكتر من عيله دي. مفيش حاجه اعظم. امين.